انا اسمي محمد البيه الاول، عندي 19 سنه. يمكن اللي بعمله ملوش علاقه خالص بدراستي، دي حاجه ودي حاجه. انا عامه في كليه حقوق عين شمس، بحب جدا دراسه القانون، ولكن ده ما يمنعش الهوايه الثانيه. يمكن اكتشفت اللي انا عامله او هو حاجه اسمها بيت بوكس. البيت بوكس قررت يعني شفت في الاخر مؤخرا ان في فيديوهات على اليوتيوب، فكان في حد بيعمل بيت بوكس بالفلوت، فعجبني جدا الموضوع دوت. من قبلها كنت بعمل بيت بوكس بكتير، فقررت ان انا يعني اشتري فلوت واجرب عليها. مش هتكلم كتير في الاول، هعمل الاول حاجه بسيطه كده وبعد كده هبقى اشرح لكم ايه الموضوع او الموضوع بيمشي ازاي. يعني صوت باين كويس طيب ولا؟ يا رب تكون عجبتكم. يعني هو عامه الفكره، انا ما بحبش لما انزل اعمل اي حاجه انزل اعمل حاجه وامشي، ما اعرفش، بحس ان انا كده كمبيوتر واقف دوس بلاي اشتغل وبعد كده امشي. فممكن اوضح بسرعه بما ان الموضوع مش منتشر قوي هنا، هو عباره عن ايه؟ الاول ده بيت بوكس عادي. البيت بوكس هو عباره عن ايه؟ جاي من كلمه بيت، وهو ان الواحد يعمل الايقاع بتاع اي اغنيه او اي موسيقى او اي حاجه. فهو الفكره في البيت بوكس ان هو بيتكون من ثلاث اجزاء عشان الواحد يعرف يعمل بيت. بيتكون من الكيك والسنير والهاي هات لوب. فلما يتحطوا الثلاثه على بعض يعملوا صوت البيت اي ايقاع. فيعني ده فكرته ملخصا. بعد كده قررت ان انا ادخل عليه الفلوت فيبقى الاثنين مع بعض حاجه واحده، وكان يمكن هو ده الجديد. اخذت التجربه ان انا على فكره قدمت في اربز جوت تالنت سيزون 1، وكان معايا آلة تانية غير الفلوت من قبليها الهارمونيكا، وما تقبلتش، ويعني ما عدتش المرحلة الأولانية إن هم بيلفوا الدول العربية الأول كلها، وبعدين لو اتقبلت من هنا تسافر تكمل التصفيات. وبدأ ربنا، يعني قلت الحمد لله أنا ما اتقبلتش عشان كنت أخش بالفلوت أقوى، وخدت التجربة وقدمت هنا الأول في الموسم الثاني، وبعد كده لقيتهم كلموني واتقبلت وسافرت رحت بيروت عشان أكمل الاختبارات. ودخلت عملت الفلوت اول مره والحمد لله عجبت الناس يعني، وكملت المرحله اللي بعدها اللي هي السيمي فاينل. يمكن ربنا ما وفقنيش فيها، حصلت شويه مشاكل كده بسيطه معاهم، بس على الاقل اخدت المبادره الاولانيه ان انا اول حد في الوطن العربي يعمل الاثنين دول، لان موضوع الفلوت والبيت بوكس مش منتشر جدا. فده كان ملخص صغير كده عن الفكره والبيت بوكس العادي. فممكن نعمل حته كمان برضو بيت بوكس وبعد كده نختم بحاجه فلوت ثانيه صغيره. يعني
ممكن خلاص ممكن اخيرا ده بشكل سريع يعني الموضوع فيه حاجات اكتر. ده كده السيمبل او البيزكس بتاعت البيت بوكس اللي هي زي ما قلنا الكيك والسنير والهاي هات. يبقى في اصوات تانية مختلفه كتير فيها كافكتس بتبقى موجوده للاصوات يعني. بس ممكن نعمل حاجه تانية فلوت صغيره كمان لو ينفع ولا كفايه كده. روح معلش انا بس حاجه انا عارف ان بالنسبه للناس كبيره شويه معلش حركتكم هيبقى خبط ورزع وحاجه كده بس استحملوني يعني فايه معلش. انا كده تقريبا خلصت. معلش الوقت قصير شويه بس يا رب اكون وصلت ولو فكره او ايه معنى البيت بوكس لان ناس كتير فعلا ما تعرفوش مع انه منتشر جدا بره يعني تقريبا معظم الناس بره بتبقى عارفاه. وان انا قدرت اوريكم حاجه جديده ما اعرفش لو كان حد تابع البرنامج او شافني قبل كده او لو اول مره فبقى انا اول واحد وصلت او وريت الناس ايه البيت بوكس بالفلوت. شكرا.